سلام عليكم. على السادة الركاب فك الأحزمة والنط من الشبابيك، أختكم فاعلة خير. عروستنا اليوم زي الكتاب ما بيقول، مش في أي وقت تضرب بصل وتاكل فول، خد بالك شوية وحركتها بالمعقول، من مطار لمطار والكابتن عنها مسؤول، تنزل البلد اللي رايحها بخير وده هو المأمول. دايما في أول الرحلة تنبيه على ربط الحزام وقفل المحمول، بتجيب لك عصيرك وشايك من غير ما تطلب وتقول، وتساعدك كمان تاكل حتى لو مشلول. في الأرض ملهاش ذكر، لكن في الجو معروف، بتهدأ من روع الركاب لو الطيارة مخطوفة، دايما بحلاوتها وجمالها موصوفة. إلا بتوع الكوسة دول وضع تاني، تبقى لطيفة وتقلب المعلم حالي في ثواني، تلاقيها عندك دايما لما تنور عندها العلامة، وعند انتهاء الرحلة بتقول لك مع السلامة. لو عرفت العروسة هحجز لك تذكرة معاها، وفجأة تلاقيك في المطار انت والمأذون وراها.